السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اخواني اشرح لكم طريقة حفظ الصور من موقع الانستغرام الى جهاز الكمبيوتر ومن غير برامج. كثير من الناس يسألون عن الطريقة. طريقة بسيطة جدا، تدخل على موقع الانستغرام من الكمبيوتر وتسجل دخولك. طبعا هذه صفحتي في الانستغرام وتشرف بمتابعة الجميع. تروح للصورة اللي انت بيها، نروح على الصفحة الرئيسية، نختار الصورة، مثلا تكون الصورة هذه. عندك هنا لو لاحظت 3 نقاط، نضغط عليها يطلع لي خيارين، نختار الخيار الثاني. بعد كذا تفتح لك الصورة بشكل أكبر، نضغط بالماوس كليك يمين وتطلع لي مجموعة خيارات، نختار عرض مصدر الصفحة أو اختصارها كنترول وحرف اليوم. بعد كذا تفتح لي صفحة ثانية، من الكيبورد نضغط على كنترول وحرف الاف، تطلع لي خاصية البحث، هنا نكتب جي بي جي ونضغط انتر. بعد كذا زي ما انتم شايفين هنا في رموز باللون الاصفر، احنا ما نبغاها، نبغى اللون البرتقالي. من هنا دورة بالصفحة لين تحصله. من هنا من بداية الرابط اللي هو HTTPS، نظل الرابط هذا الى جي بي جي ونضغط كليك يمين وننسخ الرابط ونفتح صفحة جديدة، ومن هنا نسوي لصق للرابط ونضغط انتر. زي ما انتم شايفين الصورة فتحت عندي بصفحة ثانية، نضغط كليك يمين وحفظ الصورة، مثلا نعطيها، نختار مكان الحفظ، نعطيها مثلا اسم للحفظ. زي ما انتم شايفين هنا الصورة، تم حفظ الصورة عندي. طريقة بسيطة جدا وسهلة. أي سؤال أو استفسار بخصوص هذا الشيء أنا دائما وأبدا بالخدمة. إذا عجبك المقطع اضغط على لايك، إذا حاب توصلك مقاطع وشرحاتي اضغط على الاشتراك. مشكورين على المتابعة، فمان الله.